مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو EOC؟ ما هي ميزات EOC؟ ما هو EOC؟ هو رمز فائدة غير محدد يتم سكه من خلال اللعب كمكافأة للمستخدمين. يزداد العرض مع انضمام المزيد من اللاعبين إلى اللعبة. هناك حاجة إلى الرمز المميز لتطوير الشخصيات، وهو وسيلة رئيسية للربح من خلال لعب اللعبة. ما هي ميزات EOC؟ EOC هو محرك الاقتصاد الداخلي KRL. يمكن استخدام EOC داخل اللعبة لتطوير متسابقين جدد، ويمكن كسبها من خلال لعب اللعبة، خاصة عن طريق الفوز بالسباقات والبطولات. عند بدء تطوير المتسابق يتم حرق EOC، إزالته نهائيا من العرض. نتيجة لذلك هناك ضغط شراء طبيعي على EOC لفتح قدرة متطورة للشخصيات، بالإضافة إلى أن آلية الاحتراق تعوض التضخم جزئيا على الأقل. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.